اللي قللنا مستوانا ولعبنا بالضعف ده، مفيش قوة في اللعبة، مفيش. تاني حاجة، محمد صلاح أداؤه نزل لتحت، فقد الميزة بتاعته اللي هي السرعة. هو أنا النهاردة جايب محمد صلاح يعني في أوروبا إيه؟ نجم، نجم أسطورة. ليه؟ محطم الأرقام القياسية. السرعة، المكان بتاعه المناسب موجود فيه، ما بيتحركش، ما بيروحش يلعب فيرويد، ما بيروحش يلعب هاف ليفت، ما بيروحش الحته دي، بيستلم كورته وبيروح وبيجيب اجوانه بالطريقه دي.